رفاعي. ادي كرة في الامام توصل لحسين السيد يلعب عرضية والهدف الثاني. يا رمضان صبحي يا 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 بقول لكم رمضان صبحي في الشوط الثاني قماشة تانية خالص يخطف النادي الاهلي هدف فوز في الوقت القاتل في الدقيقة الستة والاخيرة من الوقت المحتسب بدل الضايع. وادي رمضان صبحي يجيب جول وهاخد انذار طبعا على قلق الفانيلا. رمضان صبحي يا 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 مش ممكن. طرق على الكوره وحطها ببراعه 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 ببراعه. جول حلو قوي قوي لرمضان صبحي. كان جايب جول في ماتش المقص اول ماتش يبدا فيه السنه اللي فاتت وهدفين في الدوره المجمعه النهائيه. وادي بيسجل اول باكوره اهدافه هذا الموسم. لكن هدف ايه؟ هدف بنقطتين مش بثلاث نقاط، لان لولا هذا الهدف النادي الاهلي يبقى عنده نقطه. لكن لما سجل الهدف ده